السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اشرح لكم طريقة تعطيل حسابك في تويتر بشكل نهائي او بشكل مؤقت. طبعا هذه الطريقة كانت متوفرة بس من الكمبيوتر، وكنت مسوي شرح لهذا الشيء، لكن الان توفرت عن طريق الايفون. الاجهزة الثانية الله اعلم انها انا ما استخدمها، زي الجالكسي او غيره. قبل ابدا بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. بعد ما تدخل تويتر نضغط على الاعدادات والخصوصية من هنا، بعد كذا نضغط على الحساب، بعد كذا لما تنزل تحت مكتوب هنا تعطيل الحساب. لما نضغط على تعطيل الحساب من هنا تطلع لك هذه الخيارات، يعني يقول لك تنبيهات، يقول لك إذا راح حسابك إذا عطلته ما راح يظهر للناس لا تغريدات ولا صور إلى آخره. والشيء الثاني يقول لك إذا عطلت حسابك واستمريت 30 يوم ما سجلت دخول راح ينحذف بشكل نهائي. طبعا الآن لما تضغط على تعطيل راح يتعطل بشكل مؤقت لمدة 30 يوم، إذا ما سجلت دخول ما راح يرجع الحساب، راح يتم حذفه بشكل نهائي. وحتى اليوزر اللي تدخل فيه راح يكون بعد 30 يوم راح يكون متوفر، واي شخص يقدر يفتح حسابه بنفس اليوزر. طبعا هذا حسابي في تويتر وتشرف بمتابعه الجميع. اذا طلعت لك هذه الخيارات نضغط على تعطيل من هنا وتدخل كلمه السر، وبعد كذا نضغط على تعطيل، وبكذا راح يتم تعطيل الحساب بشكل مؤقت. لكن زي ما اقول لكم لمده 30 يوم يتم تعطيله بشكل مؤقت، ما يظهر للناس لا تغريدات ولا غيره. لكن اذا استمريت بعد 30 يوم ما سجلت دخول خلاص ما راح يرجع الحساب وراح يتم حذفه بشكل نهائي. اتمنى الشرح كان واضح. اي سؤال او استفسار انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه وفمان الله.